لكن نشكر الله أنه لا يترك نفسه بلا شاهد. في وسط هذه الأعمال والأفعال يوجد أبرار بيمنوروا، عندهم استعداد يضحوا بحياتهم من أجل مبادئهم. ويظل البابا ديسكوروس علما مضيئا في الفضيلة والشجاعة والتقوى والإخلاص والوفاء للإيمان ولكنيسته وللآباء. ده مخيل الكبير بيحكي نقلا عن زكريا الفصيح، يقول بعد وفاة كيرلس تسلم ديوسكوروس أسقفية الإسكندرية وهو رجل قديس ومجاهد، وتواجد في هذه الفترة سأودوريتوس وهيبة وفليبيانوس وأوسابيوس من جماعة نسطور الذين أبسلهم مجمع أفسس السالي. لأن زي ما قلنا المشكلة إن ما كانش انحراف في الفكر فقط، ولكن صاحب الانحراف الفكري اللاهوتي انحراف أخلاقي وسلوكي، عدم استقامة. ودايما بنقول أهمية العقيدة الدينية في الحياة الروحية، العقيدة المستقيمة بيصحبها حياة مستقيمة وسلوك مستقيم. الإنسان لما بينحرف يبقى الانحراف مقترن فأحيان كثيرة بالكبرياء، فبيبقى في ظلمة، بيبقى في عدم استقامة.